السلام عليكم ورحمه الله، معكم انا رضوان. النهارده هنتكلم عن اهم اربع اضافات داخل الافتر افكت. قبل ما تبدا الفيديو يا ريت تعمل سبسكرايب ولايك لو الفيديو عجبك. اول اضافه معانا من فيديو كوبايلوت اسمها اف اكس كونسول، بتقدر ان انت تستدعي السكريبت دوت من خلال كنترول وسبيس او من خلال الويندو، وبتلاقيها موجودة FX Console. طيب ايه فايدة الاضافة ديت؟ ان انا بتسهل علي ان انا اوصل للإفكتات بتاعتي بكل سهولة، بدل ما انا اروح للويندو واقعد ادور على الإفكت بتاعي، لا، من خلال الشورت كات دوت بقدر ان انا ادور على كل الإفكتات بتاعتي واوصل لها واضيفها عندي في المشروع بتاعي يعني عموما. اوكي، تاني حاجة في الاضافة ديت ان انا ممكن ان انا اخد سكرين شوت وان انا احفظها عندي في الجاليري واعمل لها اكسبورت باي صيغه انا عايزها، بي ان جي او جي بي جي او جي بي جي. برضو اقدر ان انا اتحكم في الفيفوريت اللي عندي، لو انا حبيت ان انا اخد اكتر من فيفوريت في الاضافه ان انا بستخدمها كتير. برضو ان انا اغير، اقدر ان انا اغير اللون الثيم بتاعي من دارك او لايت، او ان انا اغير الشورت كات بتاعي، كنت هو اصلا الديفولت بتاعه كنترول وسبيس، ممكن اغيره او ان انا اعمل له كاستوم شورت كات. تاني اضافه معانا اسمها الانيميشن كومبوزر. انيميشن كومبوزر بيسهل كتير جدا لو انت عايز تعمل حركه سريعه. في هنا بيبقى اديني مكتبه مجانيه في الترانزيشن هنا بريسيتس، لو اخترت مثلا اخطاء اول مجموعه ديت اللي هي ال 2D، بختار هنا اللي انا محتاجه. تمام، مثلا لو عندي حاجة زي السكيل من انكر بوينت، بقدر ان انا ادقس على اكتر من لاير في نفس الوقت بالشكل دوت، وان انا اضيف التأثير كله عليه مرة واحدة. هنا بيقول لي الان الانيميشن ان، وهنا الاوت، او ان انا عايز احط الاتنين مع بعض. تمام، هيظهر لي بالطريقة ديت. وفي طبعا يعني بريسيتس كتير جدا على التكست برضو وعلى الاوبجكت. في مكتبه تانية برضو للبري كومبوز اللي هو بيدي لك بعض الاشكال الجاهزه، الرسومات الجاهزه، وفي برضو بعض ترانزيشنز، وفي بعض التكتشر، وبرضو الشيب اليمنتس، وفي بعض الساوند افكت. تمام، فديت بتسهل كتير وبتوفر وقت كتير على المصمم. برضو داخل انيميشن كومبوزر بينزل معاه برضو انكر بوينت موفر. يعني مثلا انا الانكر بوينت بدل ما انا عايز ان انا اغيره يدوي وهو بيتغير من شورت كات بالطريقه ديت اللي هي الواي، تمام، لا، بقدر ان انا اتحكم فيه من خلال السكريبت دوت. اوكي، طيب بينزل معاه برضو الترانزيشن شيفتر دوت الخاص بالحركه بتاعتي اللي هي الترانزيشن بتاعي الان او الاوت. طبعا انا لو انا عايز اخلي الحركه بتاعتي تبدا من هنا او من هنا، او ان هي تبدا صغيره او كده، بقدر ان انا احرك الماركر ده، تمام، بالطريقه ديت، او ان انا عايز ان انا اغير على الماركر كلهم، بعمل سيلكت اول وبقول له ان ترانزيشن ماركرز وبيتحرك معايا بالشكل ده، او ان انا اقول له ان ترانزيشن وهيبدا ان هو يعمل لي ترانزيشن على كل الليارات، يعني هيحرك لي الليارات كلها مره واحده. تالت اضافه معانا اللي هي اسمها الاي اي جويس باك. ديت اضافه مجانيه شبه الانيميشن كومبوزر بس فيها شويه اضافات كتيره. هي بينزل معاها شويه اضافات مجانيه، وان انت تقدر تشتري الاضافات بتاعتهم زي الترانزيشنز برضو، بعض الاشكال والساوند افكت اللي انت بتحتاجها. رابع اضافه معانا اللي هي ال 3D اكستديودر. ديت بتحول لي اي شكل معايا لشكل 3D، مجرد ما انا اضغط على الزرار دوت بيحوله لي 3D. هنا بختار الديبث بتاعي اللي هو العمق، واول ما بضغط عليه بيحوله لي لشكل 3D بالمنظر ده.
وبينزل معاه النال اوبجكت دوت علشان يتحكم في الشادو. والاكس الحجم يعني السماكة بتاعته، والواي اللي انا عايزه فوق او تحت وبس. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية جديدة.